طبعا كل بلد فيها تاكسي. الفرق بين التاكسي في تايلاند والتاكسي في مصر، هنا لما تركب تاكسي في تايلاند بيبقى موجود تايمر، التايمر دوت اول ما بتتحرك هو بيعد يعد يعد، جاب عليك مثلا 5 جنيه 10 جنيه 10 دولار 2 دولار وواحد سنت، تلاقي السواق امين جدا ياخد منك بالظبط. هنا بالنسبة لتايلاند، في مصر لما تركب تاكسي يقولك ايوه رايح فين، تقول له رايح كذا، فممكن عشان هو يعني من ضمن العينات يقولك هاخد منك 100، اول ما توصل يقولك معلش 120 الطريق كان مكعبل ومش عارف ايه. طب انت اتفقت معايا على 100 ولا تايمر ولا بايمر؟ مفيش الكلام ده، خد بالك. وممكن في مصر برضو من ضمن الحاجات الوحشه جدا يعني تركب مع سواق تاكسي فبعدين تقول له ايوه يا اسطى الاجره كام، يقولك اللي تدفعه. حلوه دي، يعني اللي تدفعه يعني. طب انا مش فاهم، انا وانا مش شغلتي ما اعرفش قيمتها كام، انت اجرتك حقك كام، يقولك اللي تجيبه. فتبت اللي تجيبه، لو اديته حاجة اقل من اللي في دماغه يقولك لا ما ينفعش يا استاذ. مش انت اللي قلت لي اللي تجيبه؟ مش انت اللي قلت كده؟ وبقولك اللي انت تجيبه بحيث ان هو ايه، بقولك ما قطعش رزقي. ده مش قطعش رزق، ده نصب واحتيال، دي سفالة في المعاملة. انا بتعامل مع واحد يقول لي اللي تجيبه، هو رامي عينه على ان انا طب افرض اديتك 1000 هتاخدهم؟ من الامان ان انا مش ان الاجرة مش 1000، ان الاجرة دي 100، يبقى تاخد 100 على قد اجرتك. انما انت نصب خد كتير يقول لك ده رزق ورزق عيال، لا مش رزقك، ده نصب واحتيال واسلوب من اساليب التسول. هو ده الفرق بين التاكسي في تايلاند والتاكسي في مصر. فيا ريت عندنا في مصر، طبعا عندنا في مصر في امناء كتير ما شاء الله، وفي ناس ما شاء الله تمام، بس الغالب هنا هو تايمر وقانون. قانون مفيش حاجه اسمها تركب تاكسي كده الا مره واحده بس، ما قال لي انا هاخد منك 300 مثلا، قلت له لا انا عايز التايمر يشتغل، فشغل التايمر طلع 300 برضه. ربنا يبارك فيك يا رب. اي سؤال معاكم على الخط.